أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. تناولت الصحف العربية والعالمية في عددها الصادر اليوم الاثنين عدة قضايا، جاء في مقدمتها طرح مصري جديد للإسراع في المصالحة الفلسطينية، إلى جانب دعم بريطاني للموقف الفرنسي تجاه الأزمة السورية، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ لكتلة رئيس الوزراء العراقي في الانتخابات. البداية من الصحافة الفلسطينية ومن صحيفة القدس تحديداً التي كتبت على رأس صفحتها الرئيسية تقول: مصر تعتزم طرح صيغة توفيقية بهدف تذليل الصعاب، وحماس تؤكد في ختام اجتماع مكتبها السياسي تجاوبها مع مساعي المصالحة وعقد قمة عربية مصغرة. وكتبت الصحيفة في عنوان آخر: الأسير العيساوي يوافق على عرض بالسجن 6 أشهر شريطة ضمانات مكتوبة للإفراج عنه وعدم إبعاده. أما صحيفة الأيام فكتبت: مصر تنوي اقتراح تأجيل انتخابات المجلس الوطني مقابل تمديد مهمة حكومة الوفاق لمدة مع إبقاء أوضاع الأجهزة الأمنية كما هي. وفي عنوان آخر: نتنياهو يهدد بالرد ويقول: مطلقو صاروخي إيلات مجموعة من غزة استخدمت الأراضي المصرية. ننتقل إلى الصحافة الدولية، حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل قوله أن صفقة الأسلحة المزمعة مع إسرائيل تبعث بإشارة واضحة جدا لطهران بأن الخيار العسكري فيما يتعلق ببرنامجها النووي ما زال مطروحا، وأضاف أن إيران تشكل تهديدا حقيقيا ويجب منعها من تطوير سلاحها النووي. وتحت عنوان مزايا الموقف البريطاني من سوريا، كتبت صحيفة الفاينانشال تايمز في التفاصيل أن رئيس الوزراء البريطاني يدعم الموقف الفرنسي الراغب في دعم المعارضة بالسلاح، حيث ينتهي الحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى سوريا الشهر المقبل. كما أبرزت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول وجود أدلة على استخدام قوات الأسد أسلحة كيماوية. نختم من صحيفة الحياة اللندنية التي تحدثت عن تأجيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية المحلية 3 أيام إضافية، وأضافت الصحيفة أن هنالك مؤشرات على تقدم نسبي لكتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي في المحافظات الجنوبية والعاصمة العراقية بغداد. نهاية هذه الجولة، تحية طيبة، وأترككم مع أبرز ما نشرت الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.